القوم إذا جئتم بهم قالوا كيف نجح هذا في ديبلوماسيا كلاسيك. وكان أنا أذكر اسمه ملاحظ الدروس فرنسي مليء بالحقد، هذا فات الشيء. نجحت في هذا ديبلوم دراب كلاسيك، وهذا خولني أن أنتقل فجأة بخطوة واحدة فأعين بروفيسور دراب كلاسيك. بروفيسور دراب كلاسيك أستاذ في الثانوي في مراكش، في مراكش في نفس المعهد. فقام الدهشة وعلمت هنالك سنوات، وكان من تلامذتي من أصبحوا وزراء في الدولة، ومن أصبحوا كتابا، ومن أصبحوا إلى آخره. طوال هذا الوقت لم تكن لديك اهتمامات سياسية بعد؟ لا أبدا أبدا، كنت خبزيا. الخبزي هو الذي يعمل يعني الخبزي لأجل العيش. العيش. متى بدأ الاهتمام بالحضارة السياسية؟ جاء متأخرا. متأخرا. سبقه التصوف. نعم، سبقه الالتحاق بما يسمى، بما يمكن أن يسمى بالأزمة الروحية سنة 1966، قول 65. يعني أنت صار عندك أزمة روحية؟ يسمى هذا شوق، يسمي شوقا الى الله عز وجل، ورغبة في القرب من الله عز وجل، ورغبة في التزكي والتطهر. يسمون الأزمة الروحية تحدث للكفار واليهود. متى أزمة هذا بالنسبة للمؤمن؟ يعني هذا شوق الله، يقظة قلبية. هذا حدث لي في عام 1965، وكنت يومئذ قد ترقيت من أستاذ إلى مفتش في التعليم. مفتش في التعليم يعني بعد ما وجدت أستاذ في الثانوي اللغة العربية، كانت هناك إعلامات بأنه سيقع مدارات لانتخاب مفتشين لتعليم جنائي. فتقدمت للامتحان وسقطت المرة الأولى، ثم في السنة التالية نجحت وأصبحت مفتشا. وعينت في وكانت يومئذ الدار البيضاء تعود بالذين يناضلون من اجل الاستقلال المغربي. فطبعا انتقلت، وكنت مسؤول عن التعليم الجزائي في الدار البيضاء. هذا في هذه الفترة تألب ضدي طوائف من المعلمين وقاموا ضدي. ليش؟ ايش السبب؟ السبب كانوا يسبونني هذا عمر بن الخطاب. يقولون عنك؟ يقولون عني هذا عمر بن الخطاب. هذا شرف عظيم. الحمد لله. لماذا؟ لانهم كانوا الفوا من قبل ان النقط التي يترقى بها الانسان في سلم الاداره، في سلم التعليم، تؤخذ بالرشوه. نعم. وقلت انا ارفض هذا، والله تعالى حماني منه. فاذا نسيت جزئيه تكون مفيده. اعلموا اخبروني باني نجحت في التفتيش، مفتش في التعليم. واين عينت؟ في الدار البيضاء وانا في مراكش. وكنت قبل أيدين خرجت من مراكش مرة واحدة في مدرسة المعلمين، لا أعرف عن دار البيضاء شيئا، ولا عن المغرب، ولا عن. وكان يومئذ مدير عام هو وزير التعليم بمثابة وزير التعليم، المشرف على التعليم، وكان تحته مشرف على التعليم العربي. فأرسلوا إلي أنني عينت مفتشا في الدار البيضاء. فقلت أنا لا أذهب إلى الدار البيضاء إذا أعطيتني السكنة سكنا إداريا، أنا أعرف الدار البيضاء. رفضت
ثم رفضت. فطلب إلي مدير التأديب العربي أن أتحدث في التليفون في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. ذهبت إلى مكتب مفتش التعليم في رجل رحمه الله مات في مراكش. ذهبت إليه وكلم رئيس التعليم. رئيس التعليم كان يومئذ رئيس التعليم كان يخاف منه ويرهب كأنه أسد. وكان فرنسيا؟ فرنسيا نعم فرنسيا. لأول مرة أخذ التليفون في يدي وأذكر هذه جيدا. فذهبت إلى مكتب المفتش وأنا ناولني التليفون، التليفون عنده شيء شغل يومي. فأنا قلبت قلبت السماعة السماعة قلبت السماعة يقولوا لي هكذا يقول. فقال لي إنك أنت في الدار البيضاء. قلت لا لن أذهب إلى الدار البيضاء إلا إذا أعطيتني مسكنا إداريا. أنا لن أذهب. رفضت رفضا كاملا. وكان يسكن في ذلك البيت الذي عين كان منتظرا أن يسكن فيه المفتش. يسكن فيه رجل له باع في إدارة. فنقلوه وأسكن في الدار البيضاء. فسكنت في الدار البيضاء مفتشا. فكان فاصطدمت بالمعلمين اصطداما وجيها، لأني يعني كنت لا أحابي أحدا إلا يوما واحدا جاءني واحد منهم بدجاج في يديه قبضتي من دجاج في فطردته. جاءني البيت ايش هو يريد ان يرشيك بدجاجه دجاج. وكانت كان اسمها بالجديد للمعلمين انني حاولت ان اعلمهم الاناشيد على حقها على طريقها. وكنت يومئذ من الغارقين لا في السياسه ولكن في الموسيقى. كنت أظنه موزارت وكذا وكذا. وكان لي كمان جاءت كنت تعزف الموسيقى. كنت أعزف كمان وكنت مغرما. متى بدا الورع عندك بالموسيقى؟ في هذه السن تقريبا. السن نحن الآن نتكلم تقريبا عن أي سنة؟ عام 26 نعم يعني نتكلم عن الخمسينات تقريبا. هكذا. وكنت تستمع الى موزارت وكنت اجمع المعلمين في المدرسه المسمى مدرسه بلاند اسم فرنسي بلاند. فيجتمعون في ايام يومين في الاسبوع فاعزف لهم الموسيقى والنشيد. لا اله الا الله. وكانت لي مكتبه كبيره من اسطوانات بيتهوفن. لكن في نفس الوقت كنت ملتزما تصلي و التدين كنت ملتزما به منذ 7 سنوات او اقل من ذلك. يجزي الله عني والدي خيرا. ويجزي الله عني الذين علموني القران وعلموني ورجع الفضل الى محمد الخصوصي رحمه الله. كيف من الذي علمك العزف؟ لوحدك؟ نفس عصام زودت عصامه وعلمته الدرع والتبيان او كما قال. تعلمت وحدي. ما شاء الله عندك نهم للتعلم. نعم تعلمت وتعلمت كل شيء وتعلمت الشطرنج وكنت في مقدما وكان في مراكش كلها كان واحد يغلبني في طنج شريف يسمى نسيت اسمه. كان ياتي الي فنلعب الشطرنج. هذا هو الوحيد الذي كان يغلبني في الشطرنج. ما هذا الخطا. طيب وقت هذه المراجعة تقريبا انتهى. نتوقف هنا ونستأنف الحديث في المراجعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.